نادي الزمالك. خلينا نروح للكابتن حماده طلبه نجم نادي الزمالك السابق واخد رايه في بعض الامور اللي يعني في لنادي الزمالك بتحدث في التوقيت ده، ورايه في قرار اسوريو في القائمه الاوليه اللي هي هترحل عن نادي الزمالك. كابتن حماده تحياتي ليك. تحياتي ليك يا كابتن. ازيك اخبارك ايه؟ كله حبيبي تمام؟ يا كابتن، سعيد جدا ان انا معاك. الله يخليك يا كابتن. طيب يعني انا كنت قلت خبر خاص بمجموعه من اللاعبين ممكن يرحلوا عن نادي الزمالك بناء عن توصيات اسوريو، منهم عبد الله جمعه، منهم بالحاج شبانه، اعتزال طبعا محمد عبد الشافي، سامسون اكيلونا. دي قائمه اوليه، اخد رايك مين ممكن يكون فعلا يستحق التواجد من وجهه نظرك من دول يا كابتن؟ لا طبعا يا كابتن، مش دول بس والله، في ناس كتير لازم ما تكونش متواجده في نادي الزمالك، بس انا على الاسماء اللي انت قلتها طبعا انا شايف الشخصيه اللي احنا الناس كلها بتحبها والشعب المصري كلها بيحبها، مش الزمالكاوي بس، هو كابتن محمد عبد الشافي. من الناس المحترمه اللي انا اشتغلت معاها ولعبت معاها، لظروف اللي هي ظروف الاصابه اللي عنده، انما هو واحد من الناس اللي كان لازم يكون متواجد، لو ما عندوش اصابه كان يبقى متواجد. انما خلينا نقول الناس الثانيه كابتن كلهم ما شاركوش بصفه اساسيه مع الراجل، طول السنه بعيد عن مستواهم. طبعا عبد الله جمعه ظلم نفسه، انا من الناس اللي انا بقول عبد الله جمعه ظلم نفسه، عبد الله لعيب كويس، لعيب نادي الزمالك، جمهور نادي الزمالك كله كان بيحبه، النادي واقف جنبه كتير، كنت اتمنى ان هو يرجع ويشتغل ويبقى موجود في الفرقه، بس برضه هو ظالم نفسه. اللعيبه اللي موجوده اللي كلها الباقيه زي ما بتقول لحضرتك، لا كلهم ما شاركوش. انا على المستوى الشخصي انا كنت متواجد في النادي حوالي من 3 اسابيع، كنت قاعد مع الكابتن ميدو وقاعد مع شيكابالا وقاعد مع الناس كلها، طبعا الامور هناك امور صعبه جدا، الامور مش مظبوطه خالص، مفيش استقرار، يعني ربنا يكون في عون نادي الزمالك وجمهوره، لازم حد يطلع يوضح لنا ايه اللي بيحصل في نادي الزمالك، مشاكل كتير جدا، المدرب عاوز ناس والمجلس عاوز يمشي ناس، ما في حاجات لازم حد يطلع يوضح لنا. انما خلينا نقول يا كابتن الفتره دي فتره صعبه على جماهير نادي الزمالك جدا جدا وعلى نادي الزمالك بالاخص. انا طالب يعني الحد مسؤول كبير هو اللي عنده الحل، يشوف لنا ايه المشكله في نادي الزمالك عشان نعرف ايه المشكله في نادي الزمالك. الناس كتير بتعاني، الجمهور كمان زعلان جدا جدا جدا، لعيبه بعيده عن مستواها، لعيبه عندها مشاكل ماديه، ما فيش استقرار. مين يا كابتن محمد لا يكون متواجد في فرقه فيها المشاكل دي كلها؟ حضرتك لسه بتتكلم دلوقتي، انت بتقول لحضرتك ان انت النادي الزمالك هيعتمد على اللعيبه اللي هي فري، لا وهيعتمد على اللعيبه كمان اللي هو مطلعها اعراض، في لعيبه مطلعها اعراض مش عارف يجيبها، ما هي دي المشكله. صحيح. النهارده مصطفى فتحي الراجل فري، الراجل بيقول لهم انا عاوز اروح نادي الزمالك، مش عارفين يجيبوه، ده دي مصيبه، دي مصيبه كبيره جدا. النهارده نادي الزمالك لو ما عملش صفقات مصفرمه وصفقات على اعلى مستوى هيبقى حاله كل مره في تدهور، وده غلط. طب عايز اسالك سؤال في ظل بقى الازمات اللي موجوده، هل يعني شيكابالا ممكن في التوقيت ده يفكر في ان هو ينهي حياته في يعني قبل ما الامور تتفاقم وتبقى في مشاكل اكتر وزي ما نقول تاريخ يبوظ، ولا يعني برضه انا مش يعني انا برضه بفكر بفكر لعيب كوره، بتشوف ان شيكابالا ممكن ياخد قرار بكده كابتن ولا هيكمل الفتره الجايه؟ لا طبعا مش اللاعب، مش شيكابالا اللاعب اللي هو ممكن يسيب نادي الزمالك في الظروف دي. والله العظيم يا كابتن انا قاعد بتفرج وانا قاعد بتفرج على التمرين، شيكابالا الوحيد اللي عامل، مش عاوز طبعا اعيب في حد والله، بس لا عامل حس في الفرقه وعامل شكل الفرقه، من اللعيبه اللي الواحد بيحب يتفرج عليها، من اللعيبه اللي الرجاله، والله العظيم انا مش بقول كلام مجاملات، بس الراجل ده انا لعبت معاه وشفته على المستوى الشخصي وتعاملت معاه، وبيحب نادي الزمالك جدا والجمهور بتربطهم علاقه كويسه ببعض. سيبك بغض النظر عن الناس طبعا عاوزه، لا الجمهور ما نزلش لشيكابالا، لا انا عارف ان شيكابالا محبوب في نادي الزمالك، انما مش ده وقت يا كابتن، ما فيش حد لازم يهرب من المسؤوليه. انا شيكابالا لو نادي الزمالك محتاجه هيفضل قاعد، انا عارف بقول لك ايه. انما اللي واحنا الحمد لله اتحطينا في المواقف ديت والحمد لله كنا على قد المسؤوليه ووقفنا جنب نادي الزمالك، بس هي الظروف الشخصيه الواحد بعد. انما لا انا مش متوقع ان شيكابالا يسيب النادي. شيكابالا ان شاء الله باذن الله يقف جنب اللعيبه ويقف ويساند برضه مع الناس اللي لازم تساند مع نادي الزمالك ان شاء الله. طيب مين من اللعيبه كابتن شفته ان هو الظروف ما ساعدتوش من خلال الصفقات الجديده يعني اللي جت، ظروف ما ساعدتوش ممكن السنه الجايه الامور بالنسبه له تختلف؟
والله العظيم لعيبه كتيره كابتن يعني عندك السيسي، السيسي الظروف مش خدمه خالص يعني انا دايما كنت اقول لما لعيب يلعب اهلي وزمالك لازم الجمهور ياخد عنك الانطباع الاولاني اللي انت الناس تبقى حاسه اللي انت جاي عاوز تموت نفسك، عاوز تلعب، عاوز حتى لو انت مش فايق تفوق نفسك، انما في لعيبه بتستسلم بسرعه. مع احترامي ليك يا كابتن ما فيش اي حد يلعب اهلي وزمالك الا لما يكون اختار صح. ليه؟ اللي ما لعبش اهلي وزمالك ما لعبش كوره يعني انا صحيح. انا ده على ده بجد لازم اللعيب يكون رايح حاسبها ان النهارده انا بلعب في نادي، في نادي كبير لازم اكون على قد المسؤوليه، لازم اعرف ان انا هموت نفسي مش فايق افوق نفسي. لا في لعيبه كتير راحت عدت على نادي الزمالك وراحت ولا كان حد سمع عنها ولا حد شافها. يعني انا لما رحت في نادي الزمالك كابتن في نادي الزمالك اول سنه ما كنتش بشارك بصفه اصليه بس اصريت ان انا اكون متواجد واموت نفسي عشان الناس لازم ابقى في نادي، يعني في نادي كبير، نادي لازم اموت نفسي فيه. تروح منتخب مصر منه عنده شعبيه كبيره، انما في لعيبه كتير زي السيسي زي دونجا، دونجا لسه ما فوقش، دونجا من اللعيبه كويسه جدا بس لسه برضه ما فوقش نفسه. صحيح. يعني انا شايف اللي شلبي الفتره اللي فاتت قبل ما يتصاب كان ماشي بشكل كويس. صحيح. قبل كده ما كانش طبعا بيأدي بشكل كويس. عندك طبعا المساكي اسمه ايه الزناري، الزناري برضه ما اخدش لسه برضه فرصه بس الراجل برضه مش قادر يفوق نفسه. لا في لعيبه كتير. طب ايه رايك في اللعيبه الصغيره الجديده كابتن اللي تم اشراكهم في الماتشات اللي فاتت؟ برضه لسه كابتن انت برضه يعني زي برضه الرهبه لسه ما عندهم، ما يشيلوش يعني ما يشيلوش زي ما حصل كده ليوسف ولا سيف ولا نيمار لما طلعوا. كابتن في فرق لما تكون بتشتغل مع مدرب كبير، مع احترامي ليك مع المدرب الموجود طبعا راجل محترم ومدرب كويس، انا مش بلومه على حاجه. بس في مدرب كان اسمه بريرا، الناس دي طلعت من تحت، حتى حسام عبد المجيد لما الراجل ده اول ما طلع حسام عبد المجيد كلنا اتكلمنا على حسام عبد المجيد ازاي. يوسف اسامه نبيل كان ما شاء الله مكسر الدنيا. عندك سيف فاروق جعفر مكسر الدنيا، معاهم مدرب محترم، معاهم مدرب بيعرف يوقفهم صح، بيعمل بغض النظر عن راجل مشى، بس انا بقول لك انا عارف الراجل ده واشتغلت معاه. انت كده بتلمح ان يعني الراجل الجديد ده انت مش مقتنع بيه. لا والله يا كابتن يعني طريقه لعبه، لان في بعض النجوم نجوم نادي الزمالك يعني اعترضوا وعلقوا على طريقه اللعب وخطه اللعب الخاصه بيه. بص يا كابتن الراجل ده حظه برضه وحش يا كابتن، الراجل ده جاي في ظروف صعبه جدا وجاي برضه مع طبعا انا دايما بحب المدرب الاجنبي لما يكون موجود لازم يبقى معاه حد حتى من الجهاز الاجنبي اللي يكون معاه، يكون موجود معاه بيعرف يتعامل، بيعرف يتكلم معاه، بيعرف يوصل له الصوره. مع احترامي للناس المصريين موجود كلهم عجبتني واحسن مدربين في مصر، بس انا بقول لك لازم المدرب الاجنبي كده. انا حاسس الراجل الوحيد في النادي الراجل، مع انه الراجل بيشتغل يعني احنا لما ادى واشتغل يا كابتن كلنا شكرنا فيه، انما هو خلاص عنده ظروف صعبه، عنده ما فيش يا كابتن ما عندوش لعيبه، عنده لعيبه كلها مش فايقه يعني كم لعيب اللي فايقين وهو بيبني عليهم. انما ربنا يكون في عونه، انا ده لو اي مدرب هيجي يشتغل في الظروف دي مش عارف يشتغل طبعا تبقى امور صعبه.